الاجتماع الخاص النهارده من مجلس الأكاديمية كان للنظر في منح جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020. إجمالي القيم النقدية لجوائز الدولة هذا العام سواء النيل أو التقديرية أو التفوق أو التشجيعية وصلت ل 5,700,000 جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية لحوالي 2,000,000 جنيه. بالنسبة للأعداد الفائزين، تم منح جائزتي النيل في العلوم وعلوم التكنولوجيا المتقدمه وجوائز الدوله التقديريه 10 جوائز، ومنحت 9 فائزين وتم حجب واحده من الجوائز. بالنسبه لجائزه الدوله للتفوق 7 جوائز، الحقيقه تم منحها ل7 فائزين. جوائز الدوله التشجيعيه لل 200 اللي حكيت حضرتك عليهم 40 جائزه تم منحها ل 40 جائزة أخذها قسمت على 45 فائز، لأن في بعض الجائزات الجوائز تمت مناصفة ما بين اثنين. إجمالي قيمة الجوائز زي ما قلنا السنة دي حوالي 7,500,000 جنيه نقدا وميداليات، ومنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين بمبلغ 400,000 جنيه، وأيضا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 8 فائزات بقيمة 320,000 جنيه، وجوائز الشباب الباحثين الأفارقة كعادة الأكاديمية ل2 فائزين بقيمة 30,000 دولار أو ما يعادلها بالجامعات بالعملة المحلية.